لوحظت اندفاع إعلامي متجدد بالتهجم على القاضي غدا عون ومحاولة تحميل المسؤولية عن الوضع الذي آل إليه القطاع المصرفي بلبنان. ترى أوساط سياسية أن الكلام الاستفزاز الصادر عن بعض الوجوه القريبة من الثنائي تزيد الطين باللي على مستوى العلاقة بين التيار وحزب الله. لوحظ أنه زيارة المطران أنطوان بونجم لسمير جعجع حظيت بتغطية إعلامية واسعة على عكس زيارته التي استبقتها للنائب شبران باسيل.